بالعرف العسكري وحضرتك لواء طيار، هل هذه الضربات الجوية مقدمة لاجتياح بري لجنوب لبنان؟ وهل كل المعطيات تشير إلى أن هناك يعني هجوماً برياً، غزواً برياً إسرائيلياً لجنوب لبنان؟ نعم، مساء الخير. لكن مساء أود الخير. أن يعني أبدأ ب أنه حرب 2006، حزب الله لم يبق لديه إلا حوالي 3000 صاروخ، الآن لديه 150 ألف صاروخ مع المسير والصواريخ الدقيقة البالستية إلى آخره. هذا يعطيني مؤشر أن الاستراتيجية الجوية الإسرائيلية فشلت تماما منذ ذلك التاريخ لغاية الآن، وهي تقوم بشكل دوري بضرب الخطوط اللوجستية وبضرب سوريا لتقليص قدراته، فاستراتيجية فاشلة بهذا الخصوص. ما أشاهده أنا الآن هي عبارة عن يعني حرب تكتيكية إسرائيلية. صحيح طلعت 620 طلعة باليوم بتطلع، لكن هي تستطيع أن تنجز 1200 طلعة باليوم. طائراتها يعني حديثة ومتقدمة تكنولوجيا وإلى آخره، يعني بتطير 3 إلى 4 رحلات باليوم، وطيارينهم يعني يستطيعوا أن يحلقوا بثلاث رحلات لأنه المسافة قريبة، ما بتحتاج هذا الجهد إلى آخره مع التكنولوجيا المتقدمة. صحيح إنها هي تكتيكيا لديها اليد العليا، أنا أقول هذا يعني بكل تحيز، لكن هل سوف تدخل في عمليات برية؟ أنا أقول هذه حرب خاسرة لإسرائيل كليا. حزب الله صار له 20 سنة بيستعد لمثل هكذا حرب. صحيح الوكوتوكي والبيجر اللي ضربوا فيها بدهم كانوا يفقدوا توازن حزب الله إلى آخره، إرباك خوف الحاضنة داخل، لكن هذا لم ينجح. يعني لديهم أشياء بديلة، لديهم الأنفاق أيضا لا تعرف فيها عابر الحدود أم لا، لديهم الصواريخ هم واصل. يعني الآن أنا أتوقع عدم تصعيد حزب الله، الكل يسأل السؤال يعني بإطلاق هذه الضربات المؤلمة الموجعة وهو ماسك يعني بالتصعيد التدريجي. أعتقد الجواب أيضا يمكن يكون في إيران لأنهم هم في حالة تنسيق كامل. أيضا لا ننسى نقطة هامة أن هنالك جسر بري من إيران إلى حزب الله عبر سوريا العراق إلى آخره، فمن ناحية قوة بشرية أو صاروخية ولا آخره، حتى لو دخلوا بحرب استنزاف الموارد هاي سوف تيجي عندهم. تصعيد تدريجي أم سوء تقدير في المواقف لواء مأمون؟ يعني بعد الترحيب بك ثانية، من الواضح كما تفضلت بأن إسرائيل يعني قامت بالتحضير لما يجري بصورة قوية جدا، تفجيرات البيجر واللاسلكي عن بعد، اغتيال قيادات الصف الأول من حزب الله، ثم الغارات والضربات الصاروخية. ماذا عن حزب الله؟ هل لم يتمكن من تقدير الموقف أم أنه اعتقد بأنه وحدة الساحات ستكون حاضرة وستكون كفيلة أيضا بمواجهة إسرائيل؟ يعني أنا أقول من نظرتي للمسرح إنه العكس صحيح. إسرائيل يعني أساءت تقدير حزب الله، خاصة فيما لو دخلت في حرب برية، هي تعرف أنها سوف تخسر هذه الحرب. يعني ليس حرب كغزة، يعني حصر غزة يعني الآن مسيطر عليها، محاصرة إلى آخره، شمال غزة يعني سوف نشوف المستوطنات إلى آخره، جاي هذا البلان تبعها يعني محاصرة كليا، يعني ضرب إجرامي اللي حصل عليها الحقيقة. لكن معركة لبنان مختلفة، الجنوب والبقاع. يعني إسرائيل لا تستطيع دفع حزب الله من المنطقة العازلة أو ما يسمى بين الخط الأزرق والنهر الليطاني انه تدفعهم خارج، هذا شيء مستحيل. يعني هذه حرب استنزاف، جولرابور، الحرب عصابات الى اخره، لن يستطيعوا الدخول. عدا عن ذلك مدعوم بالصواريخ الدقيقه البالستيه، اقول هنا يعني تستطيع ان تضرب وتخل التوازن الاسرائيلي وتكلفه يعني باهظ الثمن الحقيقه، ولن ينجح فيما لو قامت باستخدام الصواريخ الدقيقه. سوف تضرب القياده والسيطره، حيفا، تل ابيب، وصل قادر، صاروخ واصل قادر. انا لا ارى انه يعني هذا يعني شيء عظيم الحقيقه،
لكن بنفس الوقت رسائل لإسرائيل أنه أستطيع أن أضربك. وهذا التمسك بعدم التصعيد زي ما قلت لك، تنسيق بين الحلفاء. على فكرة حرب اللي بيقوم في حزب الله والحلفاء الأخير هذه هي أرخص الحروب، خاصة بالنسبة لإيران، هي المحطة اللي بتوزع عليها زي جميع القوى والحلفاء في المنطقة.